مناقبة لإصلاح المجتمع وإصلاح الفرد أولا وإصلاح المجتمع. نعم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد. وطبعا العلاقة بين إصلاح الفرد وإصلاح المجتمع علاقة يعني قوية وعلاقة مربوطة ببعضها البعض، ولا يمكن أن تنفصل بحال من الأحوال. فصلاح المجتمع يضمن في صلاح الفرد، وإذا فسد الفرد فسد المجتمع. فالله جل وعلا يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أمر الله عز وجل الإنسان أن يقوم نفسه بادئ لبدء، ثم ينتقل هذا التقويم تلقائيا إلى الأسرة التي من حوله، ثم يخرج إلى المجتمع بهذا المنهج الذي ارتضاه لنفسه ولأهله من الصلاح والإصلاح، فينشر هذا الخير الذي هو كان يعتقده أو يعمل به. فنحن ما نفتقده هو صلاح الفرد قبل صلاح المجتمع. يعني بعد الناس الآن ينشد صلاح المجتمع، هو يعلم أن فساد المجتمع أصلا ما أتى إلا بسبب الأفراد، لأن كل فرد من المسلمين هو ثقرة من ثقور الإسلام. فكل معصية وكل مخالفة شرعية يقع فيها المسلم فهي يعني ثقرة يدخل منها الشيطان أو يدخل منها على الله جل وعلا، فتضعف الأمة. فصلاح المجتمع يضمن في صلاح الفرد. لذلك الله عز وجل عندما قال قوا أنفسكم وأهليكم، إنسان يقوم نفسه ويقيها من النار بفعل الطاعات وترك المنهيات واجتناب الفواحش وهذه الأشياء، ثم إذا كان مستقيما في نفسه فإنه يكون قدوة لغيره، وحتى ولو لم يدعو إلى ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل البعثة يلقب بالصادق الأمين، وهو لم يذهب إلى الناس ويدعوهم يقول لهم يا أيها الناس عليكم بالأمانة واتقوا الله في كذا وكذا، ما كان يدعو أصلا الإنسان، إنما كان بأعماله. لذلك المجتمع ينظر إلى الرجل الصالح والمصلح في حركاته وسكناته. إذا كان الرجل أول الداعية منحرفا في نفسه والمجتمع ينظر إليه هذه النظرة، فإنه لا يكون قدوة. لذلك الله جل وعلا جعل الأنبياء قدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لأن الأنبياء معصومين، وعصمة الأنبياء تكمن في أنهم إذا أخطأوا صوبوا من الله عز وجل، فالخطأ فيهم مصوب من الله عز وجل، فلا نقول أنهم ما يخطئون، ولكن إذا أخطأوا صوبوا هنا تكمن العصمة. لذلك كانوا هم القدوة، قدوة مطلقة للبشرية جمعاء، فالناس يجتمعون عليهم ولا يجتمعون على غيرهم، وبعدهم يقع الخلاف، فإن الخلاف ما وقع إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، في حتى بين الصحابة وبين سائر المجتمع. لذلك فنقول القدوة الحسنة هي التي تتأسى بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فالمسلم لا يجعل له قدوة يعني من الناس وهو يخطئ ويصيب فيتبعه في الخطأ، وهذا من الأشياء التي نراها الآن. قد يتمسك الناس بأخطاء الآن موجودة على الساحة، هي أخطاء، قد تكون أخطاء عقدية، قد تكون أخطاء أخلاقية في المعاملة في كذا وكذا، ثم إذا نوقش أو جودل في هذه المسألة فإنه ينسب هذا الفعل إلى شيخه أو إلى كبيره وكذا وكذا. فهذا ما كان يفعله المشركون عندما قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، فإن ما يفعله المجتمع من فساد وانحرافات وكذا وكذا لا نجعل هذا هو المعيار في الحق والباطل، إنما المعيار والحق والباطل يعرف بالكتاب والسنة ونهج الأنبياء.